كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كيفاش جا هذا اليوم العالمي للمرأة؟ كيفاش تختار هذا 8 مارس كيوم في السنة للاحتفال بهذا اليوم والاحتفال بالمرأة خاصة؟ كما ذكرت سابقا أننا حنايا هذا اليوم هذا كنحتفلوا به للتذكير بالإنجازات أو لتقييم الإنجازات ديال النساء في العالم. لماذا وصل ولأين وصل؟ ولكن الأكثرية ديال النساء ما كيعرفوش شنو النضالات، شنو التاريخ، علاش جا 8 مارس، علاش جا اولا نضال تاريخي والحقوقي، وفين وصلت المرأة المغربية بالخصوص لهاد الحقوق، منهم الدستور ديال 2011، منهم المساواة، منهم القانون الجنسية المغربي، منهم مدونة الأسرة اللي كانت واحد الإنجاز عظيم في تاريخ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده. التربية والتكوين وإدماج المرأة بحد ذاته راه إنجاز بالنسبة للمرأة الغساوية، خاصة المرأة ديال دائرة غساي عامة. يعني هذا راه جا واحد نتيجة ديال واحد النضال ديال واحد العديد من النساء. أنا باش نوصلوا لهاد اللحظة هادي ونكونوا واقفين في هاد الصرخ هذا وهاد البناء هذا، لأنه كيأطر النساء من غفساي ومن القبيلة كاملة، يعني من الدائرة ديال غفساي كاملة، راه ماشي ساهل هذا الإنجاز هذا. يعني أنا باش نوصلوا أن المرأة تخرجها من دارها ومن حدا ولادها باش تجي تعلم واحد الصنعة ولا واحد المهنة هنايا اللي مستقبلا غتنفعها راه ماشي ساهل، راه هذا في حد ذاته راه إنجاز وإنجاز عظيم. حنا كجمعية آفاق كنراهنوا إن شاء الله بحول الله أننا بدأوا ماذا بأن بدينا وتخرجوا علينا جوج ديال مجموعات ديال 2021-2022-2023، احنا في السياق أننا كندعموهم بشراكة مع الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية ومع الندوبية الإقليمية للتعاون الوطني للتونات. الإدماج ديالهم أنهم غادي يديروا مشاريع خاصة بهم. كاينه واحد المواكبة كبيرة للنساء من طرف عامل إقليم تونات وكذا من دوبية التعاون الوطني، رحنا غادي معاهم وإن شاء الله بحول الله ندعمهم حتى يديروا تعاونيات خاصة بهم ومشاريع خاصة بهم، وما غاديش نخليهم إن شاء الله، وهذه غادي تكون استفادة لجميع نساء دائرة غساي أو حاملة لها راسخة في آية تفوق يريها ونمط سلوكها المنزل، بينما الرجل يتولى مسؤوليات أخرى مثل الإدارة أو غيرها. مجمل الكلام أن قضية مرض العقليات والثقافة والتقاليد والعادات السائدة والمفاهيم الخاطئة للنصوص الدينية والقرآن. اكتسبت المرأة مجموعة من الحقوق خصوصا بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بفعل النضالات ديالها المتكررة. يعني المرأة موقفتش مكتوفة الآيات، بالعكس نضلت واجتهدت باش تحقق المطالب ديالها. فكان عندها مدونة الأسرة بحال نقولوا أنها جابت النور للمرأة بمجموعة من الحقوق الإيجابية إلى جانب الرجل. هاد الحقوق اللي ما جاوش من فراغ، جم من النضالات ديالها من قبل الاستعمار إلى من بعد الاستعمار. نعم. بصراحة الأمر الصورة الحقيقية للمرأة رغم التطورات ورغم الجهود المبذولة من قبل المرأة لم تظهر بالصورة الحقيقية. لازالت هناك خصوصا في العالم القروي مجموعة من العادات لنقل مغلوطة، المفاهيم الدينية كالتستر على الحياء وأن المرأة الحبيسة البيت والأسرة. يعني كاين شي ميادين اللي مازال ما منحقش المرأة كقانون وكحق دستوري من حقها، ولكن في العالم القروي مازال ما عندناش داك التغطية وداك داك كفعل وكتحقيق على أرض الواقع مازال ما عندناش. طيب.
من بين الالتفاتات التي أود أن أطالب بها من هذا المنبر أن يكون للصحافة دور إيجابي في إظهار صورة حقيقية للمرأة وخاصة المرأة القروية، ويكون واحد التفاتة نوعية خصوصا في القوانين والتشريعات السامية، بحيث أن مجموعة من القوانين في مدورة الأسرة موجودة في الأوراق لكن على أرض الواقع ما كاينش التطبيق ديالها الفعلي. كاين واحد الصمت قانوني، كاين واحد الفراغ نظرا لمجموعة من الاعتبارات. كنطالبوا بإعادة النظر في وإعطاء واحد القيمة مضافة للمرأة الجبلية خصوصا في منطقة غافسي اللي عندنا ضعف مهول على المستوى الصحي على المستوى التعليمي.